بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد ابتلينا في تفسير سورة الكهف إلى الآية التاسعة، وهي قوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. يعني أم حسبت أنهم كانوا آية ذات عجب، كانوا من آياتنا عجبا، يعني كانوا آية ذات عجب على حذف مضاف، أو كانوا من آياتنا عجبا يكون وصفا بالمصدر على سبيل المبالغة. فقوله تعالى: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، أم هنا بالاستفهام التقريري، يعني أنها بمعنى الهمزة، أي أنهم من بين آياتنا آية عديدة. والكهف والغار واسعوا بالجبل، والرقيم قيل اسم كلبهم، وقيل لوح رقم فيه حديثهم، يعني كتب فيه قصتهم وحديثهم، وجعل على باب الكهف، وقيل الجبل أو الوادي أقوال. ذكر الشيخ أيضا رحمه الله تعالى في تفسيره دقت الخلاف تقريبا في معنى الرقيم: أم علمت أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم. فعن اختلف العلماء، يقول التنفيذ رحمه الله تعالى: اختلف العلماء في مراد الرقيم في هذه الآية على أقوال كثيرة. قيل الرقيم اسم كلبهم، وهو اعتقاد أمية بن أبي الصلت الذي يقول: وليس بها إلا الرقيم مجاورا، وقيله والقوم في كهفهم مدي، أول قوم في كهفهم مدوا، وليس بها إلا الرقيم مجاورا، وقيله ما الذي كان مجاورا، الباب أو الوقيد والكهف، الكلب أمية بن أبي الصلت، شعره يدل على أنه كان يرى أن الرقيم هو الكلب نفسه. وعن الضحاك أن الرقيم بلدة بالروم، وقيل اسم الجبل الذي فيه الكهف، وقيل اسم للوادي الذي فيه الكهف، والأقوال فيه كثيرة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: لا أدري ما الرقيم، أكتاب أم بنيان، هل هو كتاب مكتوب مرقوم أم بنيان يسمى الرقيم. كانت كتب منذ سنوات قد بني شرطة مسجد في جبل في الأردن، والحقيقة عندي صورته في أحد البلدات الإسلامية، لكن لم يتأكد لي استخراجها قبل المزيد، يعني أحد شيطان غريب. فحتى الآن هذه المنطقة في الأردن تسمى الرجيم، الرجيم لأن هذا الشعب الكرهات أنهم يحولون القاف إلى حرف أسهل، فكأن أصلها الرقيم. وبالفعل يعني موجود هذا الكهف بنفس الصفة الذي جاءت في يعني الآثار عن قصة أصحاب الكهف. يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى: وأظهر الأقوال عندي بحسب اللغة العربية وبعض آيات القرآن أن الرقيم معناه المرقوم، فهو سعير بمعنى مفعول من رقمت الكتاب إذا كتبته، ومنه قوله تعالى: كتاب مرقوم، أي مكتوب. سواء قلنا إن الرقيم كتاب كان عندهم فيه شرعهم الذي تمسكوا به، يعني هذا الكتاب الذي كان فيه الشريعة التي تمسك بها هؤلاء الفتية، أو هو لوح من ذهب كتبت فيه أسماؤهم وأنسابهم وقصتهم وسبب خروجهم، أو صخرة نقشت فيها أسماؤهم والعلم عند الله تعالى. والظاهر أن أصحاب الكهف والرقيم طائفة واحدة أضيفت إلى شيئين، أحدهما معصوف على الآخر. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم، يعني هم أصحاب الكهف وهم أنفسهم أيضا أصحاب الرقيم، خلافا لمن قال إن أصحاب الكهف طائفة وأصحاب الرقيم طائفة أخرى، وأن الله خص على نبيه في هذه السورة الكريمة قصة أصحاب الكهف
ولم يذكر له شيئا عن اصحاب الرصيد. وخلافا ايضا لمن زعم ان اصحاب الكهف هم الثلاثه الذين سقطت عليهم صخره فشدت عليهم باب الكهف الذي هم فيه فدعوا الله باعمالهم الصالحه وهم البار والديه والعزيز والمستاجر وقصتهم مشهوره ثابته في الصحيح. الا ان تفسير الايه لانهم هم المرادون بعيد كما ذكرت لك طبعا هذا كلام بعيد جدا عن سياق القصه هنا في القران الكريم. ثم يقول واعلم ان قصه اصحاب الكهف واسماءهم وفي اي محل من الارض كانوا كل ذلك لم يثبت فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء زائد على ما في القران. وللمفسرين في ذلك اخبار كثيره اسرائيليه اعرضنا عن ذكرها لعدم الثقه بها. ثم قال تعالى اذ اوى الفتيات الى الكهف اي خوفا من ايذاء الملك على ترك عباده الاوثان والذبح لها. اذ اوى الفتيات الى الكهف خوفوا من هذا الملك ان يؤذيهم لانهم اعتزلوا اوثانهم والذبح لهذه الاوثان. واظهار وايثار الاظهار على الاضمار لتحقيق حالهم بتغليبهم جانب الله على جانب اهويتهم في حال ثبابهم. يعني لم يقل تعالى بعدما قال ام حسبت ان اصحاب الكهف والرقيم كانوا من اياتنا عجبا لم يقل اذ اووا الى الكهف اذ اووا الى الكهف وانما عدل عن ذلك الى الاظهار فقال اذ اوى الفتيه الى الكهف لهذا اشاره الى انهم كانوا شبابا في حال الشباب ومع ذلك لم تنحرف بهم اهواؤهم في حال شبابهم وصبوتهم بعيدا عن شرع الله سبحانه وتعالى وانما رغم انهم كانوا في حال الشباب لكنهم غلبوا جانب الله وحقوق الله سبحانه وتعالى على هذه الاهواء. فبلا شك التصريح بوضع الفتيه اقوى واعظم فائده من الاضمار. اذ اوى الفتيه الى الكهف فقالوا ربنا اي من ربانا بنعمه من ربانا بنعمه ايثار جانبه على جانب انفسنا ربنا آتنا من لدنك رحمة أي من خزائنك وهي المغفرة والرزق والأمن من الأعداء وهيئ لنا من أمرنا وهو اختيار الكهف بمفارقة الله رسلا وهو توحيدك وعبادتك فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي أنمناهم نومة ثقيلة لا ينبههم ضفير الخبير ولا دعوة الداعي الخبير في الكهف سنين ذوات عدد أي كثيرة أو معدودة فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أي سنين كثيرة ذوات عدد. فالمعنى ضربنا أي ألمناهم إنامة لا ينتبه منها للصياح لأن النائم ينتبه من جهة دمعه النائم ينتبه من جهة دمعه فالله تعالى بين هنا انه ضرب على اذانهم بحيث حتى لو كان الارتياح فانه لا يوقظهم من نومهم فلاستغراقهم في النوم حتى انهم لا ينتبهون بمنبههم فكانهم كانوا خلف حجر مانعه من وصول الاصوات اليهم فضربنا على اذانهم بالكف سنين عددا. وفي الحقيقه يعني لمن ذاق حلاوة اللغة العربية وعرف معنى البلاغة والفصاحة لا أدرك أن هذا التعبير العجيب فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا أنه من فصيحات القراءات التي أقرت العرب بالقصور عن القرآن الكريم لكشف مظاهر إعجازه إعجازه لا تنتهي ولا تقطع. هذه من مظاهر إعجاز القرآن وجود تراجمة القرآن يعجز البشر عن الإتيان بمثلها وهذا بإحراز مفاصل البلاغة والفصاحة والعربية ولها نظائر كثيرة في القرآن الكريم كما في سورة هود وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أبلعي وغيض الماء وخذي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين وكما مثلا في قوله في سورة يوسف فلما استيأسوا منه خلصوا نجيا لم يعرف من هذا التعبير أبدا من قبل في العربية وهو ينادي به أنه لا يمكن إلا أن يكون من لدن حكيم خبير سبحانه وتعالى.
وذكر الجارحة التي هي الآذان إذ هي يكون منها السمع. فضربنا على آذانهم أنها التي يكون منها السمع لأنه لا يستحسن نوم إلا مع تعطل السمع. لكن كل إنسان حاسس السمع مدركة وتنتقص الأصوات لا يستطيع أن ينام. لكن إذا استحسن تعطل السمع حينئذ يستحسن النوم. وفي الحديث يقول صلى الله عليه وسلم ذلك رجل سال الشيطان في أذنه الرجل الذي نام ولم يعني يذكر الله سبحانه وتعالى ولا يقوم الليل. ذلك رجل سال الشيطان في أذنه أي استثقل نومه جدا حتى إنه لا يقوم بالليل. ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. ثم بعثناهم أي أيقظناهم إيقاظا يشبه بعث الموتى. ثم بعثناهم أيقظناهم إيقاظا يشبه بعث الموتى لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. أي لنعلم واقعا ما علمناه أنه سيقع. لعلم الله سبحانه وتعالى علم غيب وعلمه شهادة. أما علم الغيب فهو ما سبق هذا علم الغيب وهذا العائري سواب والعقاب. وعلم الشهادة هو أن يقع ذات هذا المقدور سابقا لأن يقع في الواقع مطابقا بهذا لما كتب الله سبحانه وتعالى. فهذا هو علم الشهادة انتقال في العالم الغيب إلى عالم الشهادة. وهذا هو الذي يترتب عليه الثواب والعقاب والجزاء. فقوله هنا ثم بعثناهم لنعلم عليكم السلام المفروض أن الله تعالى كان لا يعلم. فإن الله تعالى يعلم كل شيء بلا شك ما كان وما هو كائن وما سيكون وما لم يكن لا سيكون. فوسع سبحانه وتعالى كل شيء علما. إنما المقصود هنا ثم بعثناهم لنعلم أي لنعلم واقعا بالشهادة ما علمنا من قبل أنه سيقع. وهو أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء. لأن الناس انقسموا حزبين في يعني محاولة الصمت المدة التي يعني ناموها. أي الحزبين المختلفين في مدة لبثهم أشد إحصاء أي إحاطة وضبطا لغاية مدة لبثهم فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب. فيعلموا قدر ما حفظهم الله بلا طعام ولا شراب وأمنهم من العدو فيتم لهم فتكون لهم آية تبعثهم على عبادته. لأن إحصاء هذا الأمد يترتب عليه العبرة المقصودة من هذه الصفة. إذا المسألة مجرد فقط إيه لنعلم أي الحزبين أحصى من نبذ أدمين حتى نصح. ليس القضية كذا وإنما لأن إحصاء هذه السنوات والوقوف على القول الصحيح في مدة جهدهم وهي 300 سنة وزادوا 9 وهم نيام بلا طعام ولا شراب وتحصيلهم الأمن من عدوهم لا شك أن هذا هو موضع العبرة والآية على قدرة الله سبحانه وتعالى على الشعث والنشور. ولذلك هذه القصة من الأدلة على البعث والنشور. أدلة القرآن الكريم كثيرة على إثبات عقيدة البعث والنشور إما بإحياء الموت إحياء الموتى إما بإحياء الأرض بعد موتها إما بشيخ الإنسان إما بأن الذي خلق الإنسان أول مرة قادر بالأولى على أن يخلقه مرة أخرى إما بأن خلق السماوات والأرض أعظم من خلق الناس فالذي حضر على خلق السماوات والأرض لا شك يقدر على إعادة خلق الإنسان من جديد وغير ذلك. لكن من ضمن هذا وقوع الحياة بعد الموت بالفعل في هذه الدنيا وهذا له يعني أمثلة كثيرة في القرآن الكريم منها مثلا قوله تبارك وتعالى في بني إسرائيل في أوائل سورة البقرة ثم بعثناكم من بعد وأتيكم وأوصيكم لعلكم تشكرون. فهذا بعد الموت هذه آية من آيات البعث والنشور. منها أيضا قوله تعالى في سورة البقرة ألم ترى إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحيا. فهذا أيضا إحياء بعد الموت. من ذلك أيضا قصة في نفس سورة البقرة أيضا أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله 100 عام ثم بعث قال كم لبث قال لبث يوما أو بعض يوم. وإلى آخر الآيات كلها تدل على هذا المعنى. من هذه الأدلة أيضا هنا قصة أصحاب الكهف الذين ضرب الله على آذانهم النوم ومكروا نائمين 309 سنوات.
ثم أحياه الله سبحانه على شكل هذه عبرة مقصود بها الإرشاد إلى إمكانية وسهولة وهوات البعث والنشور على الله سبحانه وتعالى. فهذا هو المقصود بالصبر. ثم بعثناهم لنعلم أي الحسين أحصى لما لبثوا أمدا. والبعث هو التحريف من سكون. كلمة البعث في اللغة أتبع النائم والميت ويكمل أيضا غير ذلك. فكلمة البعث تكمل إيقاظ النائم وتكمل أيضا إحياء الميت. يقول السنكفي رحمه الله تعالى: وقد بينا في ترجمة هذا الكتاب المبارك أن من أنواع البيان التي تضمنها أن يذكر الله جل وعلا حكمة لشيء في موضع، ويكون لذلك الشيء حكم أخر مذكورة في مواضع أخرى فإنا نبينها وما استنى لذلك. يقول: إذا علمت ذلك فاعلم أنه تعالى هنا في هذه الآية الكريمة بين من حكم بعثهم إظهاره للناس أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. هذه حكمة من حكم بعث أصحاب الكهف. ثم بعثهم لنعلم أي الحزبين أحصى بما لبثوا أملا. وقد بين ذلك حكما أخرى في غير هذا الموضع، منها أن يتساءلوا عن مدة الكلم، فقد قالت على ذلك في سورة الكهف: وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. قال قائل منهم: لم لبثتم؟ قالوا: لبثنا يوما أو بعض يوم، إلى آخر الآيات. من هذه الحكم أيضا إعلام الناس أن البعث حق وأن الساعة حق، لدلالة قصة أصحاب الكهف على ذلك، وذلك بقوله: وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. واعلم أن قوله جل وعلا في هذه الآية الكريمة: ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا، لا يدل على أنه لم يكن عالما بذلك قبل بعثهم، وإنما علم بعد بعثهم كما زعمه بعض الكفرة الملاحدة. بل هو جل وعلا عالم بكل ما سيكون قبل أن يكون، لا يخفى عليه من ذلك شيء، والآيات الدالة على ذلك لا تحصى كثرة. ومن أصرح الأدلة على أنه جل وعلا لا يستفيد بالاختبار والابتلاء علما جديدا سبحانه وتعالى عن ذلك علوا كبيرا، أن الله سبحانه قال في سورة آل عمران: وليبتلي الله ما في صدوركم وليمحص ما في قلوبكم والله عليم بذات الصدور. يعني بعد ما قال: وليبتلي الله ما في صدوركم، قال: والله عليم بذات الصدور، يعني هو لا يبتليكم لأجل أن يستفيد علما لم يكن علمه من قبل على ذلك، وإنما صفة الله عليم بذات الصدور تؤكد أن الله سبحانه وتعالى لا يستفيد علما جديدا، كما قال عز وجل أيضا: ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. يعني أن الله سبحانه وتعالى يبتلي الناس ليعلم عباده من المؤمنون ومن الكافرون، كما قال في سورة الكتاب: ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين. في تفسيرها نقول إيه؟ حتى يعلم عبادي، حتى يكشف الأمر للناس ويروه في عالم الجهاد، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم، حتى يظهر ذلك للناس. لا لنستفيد علما جديدا. لماذا؟ لأن قوله تعالى: ما كان الله ليغرى المؤمنين على ما أنتم عليه، يعني من ادعاء الإيمان في اللسان دون وقوع ابتلاء، حتى يميز الخبيث من الطيب، لابد من الابتلاء حتى يميز الخبيث من الطيب. تمييز الخبيث من الطيب له طريقة من طريقتين: إما إخبار الله سبحانه وتعالى عن علمه الغيبي أن هذا خبيث وهذا طيب، وهذا لا يتم إلا بالاطلاع على الغيب، ولا سبيل لنا كي نطلع على الغيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب. إذن هذه الطريقة ليست لكم أن تطلعوا على الغيب كي تعرفوا الخبيث من الطيب، لكن هناك طريقة أخرى، وهي إيه؟ أن يقع الابتلاء فيمتاز الناس بالابتلاء إلى مؤمنين وإلى منافقين أو كافرين. وانظر هذا المعنى: ما كان الله ليظهر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. كيف؟ وما كان الله ليطلعكم على الغيب استبعاد لتمييز الخبيث من الطيب عن طريق الاطلاع على الغيب، وانما خفي طريق واحد، وهو ايه؟
وقوة الاتلاح حتى يكذف للناس بل الخبيث ومن الطيب. إذا حققت ذلك فمعنى إذا علم أي الحزبين أي نعلم ذلك علما يظهر في الحقيقة للناس فلا ينافي أنه كان عالما به قبل ذلك دون خلفه. لا. ثم قال تبارك وتعالى نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. شرع عز وجل هنا في تمام نص قصتهم وتفصيلها نحن نقص عليك نبأهم بالحق ثم أخبر مؤكدا طبعا الخطاب هنا للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ويقص عليه نبأ أصحاب الكهف بالحق ثم أخبره مؤكدا له أنهم فتية آمنوا بربهم وأنه عز وجل زادهم هدى. ويفهم من هذه الآية الكريمة أن من آمن بربه وأطاعه زاده ربه هدى لأن الطاعة سبب للمزيد من الهدى والإيمان. هذا المفهوم بينته آيات أخرى قوله تعالى والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا وقال أيضا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يسترشدون وقال أيضا هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم إلى غير ذلك من الآيات. إذن هذه النصوص صريحة أن الإيمان يزيد فكل ما كان قابلا للزيادة فإنه يكون قابلا يعني النقطة كما هو المعروف من عقيدة أهل السنة والجماعة إنه فدية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. وقوله نحن نقص عليك نبأهم بالحق الحق هو الأمر المطابق للواقع إنهم فدية آمنوا بربهم أي بوحدانيته إيمانا يقينيا علميا على طريق الاستدلال مع اتفاق قومهم على الشرك وزدناهم هدى أي بترجيح جانب الله على جانب أنفسهم. قال ابن كثير الفتية وهم الشباب أقبلوا للحق وأهدى للسبيل من الشيوخ الذين قد عتوا وانغمسوا في دين الباطل. دائما الشباب يكونون أقوى وأكثر مرونة وقابلية لاعتناق الحق والانقياد إليه ممن يعني شاق وشاب وكبر في الباطل أو في الفساد أو الكفر. ولهذا يقول ابن كثير ولهذا كان أكثر المستجيبين لله تعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم شبابا. وأما عامة شيوخ قريش فاستمروا على ضلالهم ولم يسلم منهم إلا قليل إلا القليل. وهكذا أخبر تعالى عن أصحاب الكهف هم شكلت بلاء قد يروى عن هؤلاء الفتية روايات مضطربة أوثقها أن هؤلاء كان قدم إلى مدينتهم من يدعو إلى الإيمان بالله تعالى ولما جاء به عيسى عليه السلام ممن كان على قدم الحواريين فاستجاب لذلك الفتية الملون بهم يعني لما دعوا إلى الإسلام وقنعوا الوثنية التي عليها قومهم وبروا بدينهم خشية أن يفتنهم ملكهم عن دينهم أو يقتلهم فاستخفوا عنه في الكهف واعتذروا فيه يعبدون الله تعالى وحده. ثم روي أن الملك طلبهم فقيل دخلوا هذا الكهف فقال قومهم لا نزيد لهم عقوبة ولا عذابا أشد من أن نرجم عليهم هذا الكهف فبنوه عليهم ثم ردموا يعني قبر الجماعة في الأحياء واضح يعني هذا قول من الأكوان أنهم دخلوا الكهف فلما رأى الملك وأرادوا أنهم دخلوا الكهف قالوا إذا لم نعاقبهم بعقوبة أشد من أن نجعل هذا الكهف قبرا لهم فردموا عليهم الباب أو بنوا الباب وردموا. ثم إن الله سبحانه وتعالى بعث عليهم ملكا على دين عيسى فرفع ذلك البناء الذي كان رجم عليهم فقال بعضهم لبعض كم لبثتم فقالوا لبثنا يوما أو بعض يوم حتى فبعثوا أحدكم بورثكم هذه إلى المدينة وكان ورث ذلك الزمان لدولة أهله الورث الفضة عملة يعني فضية طبعا دائما العملة الفضية تعتبر وثيقة تاريخية تدل على العصر الذي سكن فيه أو سكن فيه ف...
لما بعث الله سبحانه وتعالى وأرسل من يشتري لهم الطعام، لما ذهب ليخرج رأى على ذات الكهف شيئا أنكره، فأراد أن يرجع ثم مضى حتى دخل المدينة فأنكر ما رأى، وجد العالم تغير تماما، ثم أخرج درهما فنظر إليه فأنكروه وأنكروا الدرهم، وقالوا من أين لك هذا؟ هذا من ورث غير هذا الزمان، من ورث عملة مضى عليها زمن بعيد. فالظاهر أنهم يعني الظاهر الله تعالى أعلم أن نمو الأشياء التي تنمو في جسم الإنسان قد توقف، يعني لو تخيلت إنسانا يعيش يعني 3 أو 9 سنة لا يحط أبصره، فإذا كان القوم استغربوا منه فقط العملة لما رأوا هذه العملة فيدل على أنه ما كان صعب، يعني هم أنفسهم أصحاب السفر لما استغربوا، فشكل لو أنهم كانوا قد رأوا ملامحهم قد تغيرت طبعا أو الأظافر مثلا أو يعني عوامل آثار الشيخوخة في البشرة وفي الجلد والكفول والطبع وكل هذه الأشياء من ساعتها، إذا الإنسان ما بين 10 سنين وأخرى يختلف تماما فبالك 100 سنة هذا يدل على أن الله حصل لهم حالاتهم كما هي. وهذا ألبي إشارة القرآن لو تتأملون تجدون تكرارا لكلمة وكذلك، كلمة وكذلك يعني على نفس الهيئة التي إيه ونيم وعليك بعد ذلك، ثم قال وكذلك أعثرنا عليه، كذلك يعني إيه في نفس الحال أن يحصل أي تغيير في التوظيف وإشارة وضح ذلك بقوله وكذلك. أي نعم، وإذا لا شك لو استيقظوا وجدوا ملامح وآثار 3 أو 9 سنة على أجسادهم لا لما اختلفوا بل أدركوا أنهم ناموا يعني مدة طويلة جدا والله تعالى أعلم. واجتمعوا عليه أي أهل البلدة يسألونه فلم يزالوا به حتى انطلقوا به إلى ملكهم فأخبره بأمره فاستبشروا به وبأصحابه، وقيل له انطلق فأرنا أصحابه فانطلق يريهم، فدخل قصر القوم فضرب على آذانهم، حينئذ قال الذين غلبوا على أمرهم لنتخذن عليهم مسجدا. هذا ما أورده ابن جرير أولا وفيه كفاية عن غيره. وقد قيل انهم كانوا في مدينه يقال لها طرطوس من اعمال طرابلس الشام، وفيها في جبل بها ما يزعم اهلها زعما متوارثا انه لاصحاب الكهف والله تعالى اعلم. على اي احوال نحن لابد ان نلقي بالا لقضيه ابنائهم والمكان فين، وان هذا كله ليس من المقاصد المهمه في القران انما المقصود العبره فقط. ثم بين تبارك وتعالى صبرهم على مخلص. نعم. التنفيذ هنا ايضا يقول فان قيل اي فائده مهمه في معرفه الناس للحزب المحصي امد اللبي من غيره حتى يكون عله غائيه لقوله ثم بعثناهم لنعلم اي الفريقين اقصى بما لبثوا امدا. يعني واي فائده مهمه في مساءله بعضهم بعضا. وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم حتى يكون علة غائية لقوله وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم. فالجواب أما لم نرى من تعرض لهذا والذي يظهر لنا هذا كلام الشنكيز رحمه الله والله تعالى أعلم أن ما ذكر من إعلام الناس بالحزب الذي هو أقصى أمدا لما لبثوا ومساءلة بعضهم بعضا عن ذلك يلزمه أن يظهر للناس حقيقة أمر هؤلاء الفدية، وأن الله ضرب على آذانهم في 300 سنين وازدادوا 9 ثم بعثهم أحياء طرية أبدانهم ولم يتغير حال. وهذا من غريب صنعه جل وعلا الدال على كمال قدرته وعلى البعث بعد الموت، ولاعتبار هذا اللازم جعل ما ذكرنا علة غائية والله تعالى أعلم. ثم غير تعالى صبرهم على مخالفة قومهم ومدينتهم ومفارقة ما كانوا فيه من العيش الرغيد، فقال سبحانه وتعالى وربطنا على قلوب القارون فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. وربطنا على قلوبهم أي قويناها بالصبر على المجاهدة وشجعناهم على محاربة الشيطان والفرار بالدين إلى بعض الجيران جمعها، ومخالفة النفس وهجر المألوفات الجسمانية واللذات الشخصية والقيام بكلمة التوحيد.
ربطنا على قلوبهم أي جثرناهم قويناهم على القيام بكلمة التوحيد وإظهار الدين القويم والدعوة إلى الحق عند ملكهم الجبار. لقوله تعالى إذ قاموا يعني قاموا بين يديه غير مبالين به لأن إذ غرب إيه ربطنا وربطنا على قلوبهم إذ قاموا في ذلك الوقت حينما قاموا واجهوا هذا الملك التوحيد كانت القوة التي عندهم هي من عند الله الذي ربط على قلوبهم وقوّرهم كما قالوا ولم رابط الجسد رابط الجسد يعني لأن الخوف والقلق ينزعج به القلب من محله إنسان في حالة الفزع يخيل أن قلبه يقفز كما قال تعالى إيه وبلغت القلوب الحناجر تتحرك من مكانها تزول من مكانها وبلغت القلوب الحناجر فتبقى المطمئنة لأمر بالحيوان المربوط في محل وربطنا على قلوبه ورب العالمين قاموا قالا اي الذي نعبده ويبي كل معبود سواه فكأن هذه الكلمه تشير الى معنى لا اله الا الله ربنا الذي نعبده هو رب السماوات والارض يعني ومن فيهما فاذا كل من عداه نقل مفخر لله سبحانه وتعالى لم ندعو من دونه اله لم ندعو لم نعبد وكما تلاحظون تعرفون هذا ظهر جدا في القران الكريم دائما يعني تقوم كلمة الدعاء مقام العبادة كما قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي حتى ألا أكون بدعاء ربي سفيه فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله يعني يتعاوران في الموقع يتبادلان يعبر عن عبادة الدعاء والدعاء بالعبادة في هذا معنى يعني إما أن لأن يعني العبادة العبادة إما دعاء والطلب والثناء على الله سبحانه وتعالى والسؤال هذا التي هي الصلاة والقيام والزكاة وحج إلى آخره وهي في الحقيقة فيها معنى الدعاء لماذا؟ لأن الإنسان بعبادته يطلب من الله الأجر واضح؟ الإنسان إذا صلى فهو داع لله بمعنى أنه مثل هذه الصلاة الأجر من الله والثواب من الله فكأنه يسأله الثواب والأجر من هذه العبادة فإذا يلزم من كلمة الدعاء أو العبادة يلزم منها الدعاء الذي ذكرناه فقال إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا أي ذا بعد الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى خصص له كلام طيب جدا في مدارج السالكين في الجزء الاول الذي خصصه الكلام على التوبه وتفسير سوره الفاتحه فهو رحمه الله تعالى له وقف عند اول مقامات السالكين في طريق الله سبحانه وتعالى يعني يشير عند الناس الكلام على ان اول الطريق هو التوبه ابن القيم يشير الى ان اول الطريق هو المشار اليه هنا قوله تعالى اذ قاموا اذ قاموا كان الذي هو نائم يرجع لماذا؟ الاتفاق لا يتغير حاله الا اذا استيقظ هذه القيامه النفسيه او الروحيه هي الطبيعه هي البدايه حتى الانسان حتى قبل ان يدرك لابد ان يقبل هذه الافاقه يفيق كانه قد مرت عليه وقت الاعتراض والبعد وعاد عاد اليه الوعي اذ قاموا الابتدائي هي الايه؟ القيامه ثم تاتي التوبه بعد ذلك لكن لابد الانسان يعني ينتبه إما بمحض فضل الله سبحانه وتعالى بأن يلقي لقبته وإما أن يكسر الله قدره بالمصيبة أو بمرض أو بأي شيء يكون سببا في إفاقته وعودته إلى الله سبحانه وتعالى فإذا هذه القيامة وهذا الانتباه هو بداية الطريق إلى الله سبحانه وتعالى كان يتأمل ويفيق مما هو فيه من الغفلة إلى ذلك إشارة سورة سبأ قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا ما يقاتلكم من جنة فليراجع تفصيل هذا المقام في مدارج التاريخ وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو لم نعبد من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا يقرأ من هذه الآية الكريمة
كما يقول الشنقيطي رحمه الله تعالى. أن من كان في طاعة ربه جل وعلا أنه يقوي قلبه ويثبته على تحمل الشدائد والصبر الجميل. يقول تبارك وتعالى: وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. أشار الله عز وجل إلى هذا المعنى كما ذكرنا هنا في هذه الآية حين خاطب نبيه عليه الصلاة والسلام في موقف أهل بدر. خاطب النبي وأصحابه فقال: إني أغشيكم النعاس أمنة منه وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الأقدام. إذ يوحي ربك إلى الملائكة بأني معكم فثبتوا الذين آمنوا. وتحول في أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا، يعني إلا من محبة موسى. وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إلا من محبة موسى. إن كادت لتبدي به، يعني من شدة تعلق قلبها وابتلائه في الإسلام بموسى عليه السلام ومحبته، كادت أن تنطق وتتكلم. إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها، لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. طبعا نحن لو ذكرنا هذا التفسير وبعيدا عن التعرف بما يذكره الصوفية أيضا أو ما يتعلق بالصوفية هنا، لأنهم يزعمون أن يعني يحاولون أن يفسروا القيام هنا بقيامهم يعني في أفعالهم ورقصهم وهذه الأشياء، وهكذا الصوفية يعني وينحرفون بفهم آيات الله عز وجل كما يعني يفسدون معنى قوله تبارك وتعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، يدعون بذلك الى الرقص الذي يفعلونه، وانهم يدخلون في حلقات الذكر وهي حلقات الغفله عن الله وحلقات نسيان الله وليس حلقات ذكر الله. فبالسبول والموسيقى والمزامير الشيطانيه يعني يتكون ثم يركبون على الارض يقولون: نحن نسمع قياما وقعودا وعلى جنوبهم، ويظنون يعني يقصدون هكذا ماذا نقول يعني، ويظنون ان هذا تصديق لايات الله سبحانه وتعالى. تماما ايضا كما يلحدون في تفسير قوله تبارك وتعالى: واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. فيجعلون اليقين اللي هو الغرض مرتبه اليقين، فاذا وصلت اليقين فبالعلم تسقط عنك التكاليف ولا تصير مطالبا بالعبادات، لان العبادات ما هي الا وسائل الوصول الى مرتبه اليقين. فاذا وصلت نفع نفسك الى السلم فتفعل عليه، وهذا بلا شك إثبات عظيم جدا لمعنى الآية، لأن الآية تماما هي يعني تبطل هذا المركب، بل المعنى: واعبد ربك إلى أن يأتيك الموت فليس لعمل المؤمن أجل دون الموت. فهي تبطل يعني ما ذهبوا إليه من ضلالهم. إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فقالوا: ربنا رب السماوات والارض، هذا اشاره الى توحيد الربوبيه، توحيد الربوبيه، وهو اول مراتب التوحيد التي اخذ علينا بها الميثاق في عالم الارض. واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريه واشهدهم على انفسهم الست بربكم قالوا بلى. هذا هو اول شيء هو توحيد الربوبيه الذي هو اول مراتب التوحيد. لم ندعو من دونه الها، هذا اشاره الى توحيد الألوهية، يعني معناها لا إله إلا الله ولا يستحق أن يعبد إلا الله، ولذلك لن ندعو من دونه إله. هذا تعبير عن لا إله إلا الله بمعناها. وقوله تعالى حكينا عنهم لن ندعو من دونه إلها، يفهم منه أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام، أنهم دعوا إلى عبادة الأصنام وليموا على تركهم، فربط الله على قلوبهم وسبحتهم. فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شططا. فهذه الآية الكريمة تدل دلالة واضحة على أن من أشرك مع خالق السماوات والأرض معبودا آخر فقد جاء بأمر شطط بعيد عن الحق والصواب، وهو في غاية الجور والتعدي، لأن الذي يستحق العبادة هو الذي يخرج الخلائق من العدم إلى الوجود، لأن الذي لا يقدر على خلق غيره فهو مخلوق.
انه من المخلوق الموجود اما خالق يا مخلوق. المخلوق الذي لا يقدر على ان يخلق غيره لا بد ان يكون مخلوق. الشخص او الشيء الذي لا يقدر على ان يخلق غيره فهو لا بد ان يكون في هذه الحاله مخلوقا. فالذي لا يقدر على خلق غيره مخلوق يحتاج الى خالق يخلقه ويرزقه ويدبر شؤونه. وهذا المعنى بينته ايات كثيره كقوله تعالى يا ايها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الارض فراشا والسماء بناء الى اخر هذه الايات. قوله تعالى ايضا افمن يخلق كمن لا يخلق افلا تذكرون. وقال تعالى ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. اي الواحد القهار الذي هو خالق كل شيء هو المستحق للعباده وحده جل وعلا. وقال تعالى ايشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. وقال تعالى واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أيضا وصدق إذا قوله تعالى لقد قلنا إذا شطط يعني إذا دعونا من دون الله إلها فقد قلنا شطط. ثم قال تعالى هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني عملوا أو نحسوا لهم آلهة فيرى الله العجب. هؤلاء قومنا ولذلك كلمة هؤلاء فيها إيه احتقار لهؤلاء القوم فيها تحقير لهم وإغراء بهم. هؤلاء قومنا يعني كما يقولون انظروا كيف يفعل هؤلاء السفهاء. هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة اتخذوا يعني هم الذين صنعوا الآلهة عملوا هذه الأصنام أو نحسوا هذه الآلهة اتخذوا من دونه آلهة يعني هذا يفيد أنهم عبدوها وفي الإشارة تحقير لهم. لولا يأتون عليهم بسلطان بين لولا يأتون عليهم يعني على عبادتهم أو إلهيتهم أو تأثيرهم بسلطان بين أي حجة بينة وبرهان ظاهر. فإن الدين لا يؤخذ إلا به الدين لا يؤخذ إلا بالبرهان وبالدليل وبالحجة البينة. وفي الآية الدليل على فساد التكليف وتثبيت بأن إقامة الحجة على إلهية غير الله وتأثيره وولوده محال يعني لا يتصورن أحد أبدا أنه يمكن أن يكون هناك شخص يشرك بالله سبحانه وتعالى ثم يقوم له دليل على استحقاق هذا المعبود الإلهية بدون الله. فكل من عبد غير الله فإنه لا يملك دليلا ولا برهانا على هذه العبادة أو على هذا الزعم كما قال تعالى إن هي إلا أسماء ليس لهم من الألوهية سوى الأسماء التي سميتوها أنتم. هذه الدعاوى فقط هذا حظهم الألوهية لكن في الحقيقة هي أسماء لا مسمى لها ولا حقيقة وراءها. إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان أي أسماء إلى مسميات لكونها ليست بشيء. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أي لا مساوي له في الظلم والكفر. إشارة إلى أنهم لا يأتون ببرهان فهم ظالمون في حق الله باستراء ما عليه لأن في رتبته العليا شركاء يساوونه فيها. يحتمل أنهم قالوا هذه العبارة بين يدي الملك الجبار إن قاموا لأن أكثر المفسرين قالوا إن قاموا بين يدي ملكهم إن قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لم ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا انشقق هؤلاء قومنا. فكان هذا من النفاقة في خطاب الملك لم يقولوا أنت قد اتخذت إلها من دون الله وإنما قالوا هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فيحتمل أنهم قالوها بين يدي الجبار تفكيكا له وتعزيزا وتأكيدا للتبري من عبادة ما يدعوهم إليه في أسلوب حسن كما فعل يوسف عليه السلام. قال رب إلى ربك تسأله ما بال النسبة الذي قطع على أيديهم لم يقل تسأله ما بال امرأة العزيز ماذا فعل أو امرأة ماذا فعل كان الخطاب الخطاب كان للملك وليس العزيز لم يصرح وإنما يعني غلق العبارة بطريقة فيها حتى لا يعني لا يكون فيها إيذاء صريح. فارجع إلى ربك فاسأله ما بال النسوة حتى لم يذكر هؤلاء النسوة في التفاصيل لكن قد يسألهم ما بال النسوة ما سألهم التي قطعنا أيديهن.
أو أنهم قالوا هذه العبارة فيما بينهم، هم كانوا جالسين فقالوا فيما بينهم هؤلاء قومنا اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، لولا في هذه الآية الكريمة للتحضيض، للتحضيض هذا فيه تحضيض لهم أن يقيموا دليلا وبرهانا على هذا الذي يفعلون. فالتحضيض المقصود به الطلب بحث وشدة. فهل هذا مراد حقيقة؟ المراد منهم حقيقة أن يقيموا دليلا وبرهانا على عبادتهم غير الله؟ لا، وإنما المراد بهذا التحضيض التعجيز. صحتي عبادتي وجه الله عز وجل. فمن المعلوم انه لا يقدر احد ان ياتي بسلطان مبين على جمال عبادته غير الله تبارك وتعالى. والمراد بالسلطان المبين الحجه الواضحه. طبعا القاعده ان البينه على ما يدعي، البينه على ما يدعي كما ارسى تلك القاعده رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا حقيقه مبدا مهم جدا حتى نتكلم بطريقه علميه. لكن وقت اخر احيانا في حديث طوله 20 ورقه وعلامات الوضع عليه رائحه وضع شرقي، ويقول لك الحديث صحيح عن غير صحيح. طبعا جاي من مين؟ انا لقيته كان لقيته على المسجد الى اخر هذا الكلام. الاصل ان الكلمه عارفه حتى تدعي ان الرسول عليه السلام قال ذلك حتى المحرك ان تسكت الدعوه، انت تدعي دعوه المرسوليه انا اللي وديتها لك. واضح؟ يعني فما دام هذا الحديث لم يعد الى شيء من كتب الاصول كتب المرسله التي قرنت فيها الروايه بالوسيله التي من خلالها من فعل النجم خلفها له ابناء النبي عليه الصلاه والسلام. فرد الاسلام من الدين ولولا الاسلام لقال من شاء ما شاء. فاذا الذي يدعي هو الذي يقيم الدليل. فلو اننا لو كل واحد يحترى هذا المنهج فخطر كثير من المناقشات الطويله. الذي يدعي دعوه هو الذي يسال، هو الذي هو المطالب بان يثبتها، مش هو يدعي دعوه وياتي إلي أمامي يثبتها بس. فهذا المنهج العلمي الدقيق الصارف يعني تشير إليه هذه الآية. هؤلاء القومون اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين، هم المطالبون بأن يثبتوا أن هذه الآلهة تستحق أجرهم. فيهم يقولون لهم لولا يأتون، لولا كما قلنا للتحضير الحث الشديد التأكيد، لولا تحريرها لولا يأتون عليهم بسلطان بين. فماذا لا نقول انتهى للتحريض وللتحريض تقول ثانيا هل هذا على حقيقته؟ مستحيل ان يكون على حقيقته، مستحيل ان نحن لا تكون نحن كلهم يؤتينا ببينه او برهان على صحه عبادتكم هذه الاشياء. لا، لان اقامه البرهان على صحه عباده غير الله مستحيل طبعا. لا يمكن اي شخص يعبد شيئا من دون الله سواء المسيح عليه السلام او الاصنام او غير ذلك، لا يمكن ابدا ان يعني يصح له دعوه على ما يعني يتنفس فيه من عباده غير الله. ولذلك القران يقول ايه؟ قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين، هاتوا برهانكم. فدليل فطر الانسان ان ياتي القران. واضح؟ فما دلت عليه هذه الايه الكريمه من تعزيزهم عن الاتيان بحجه على شركهم وكفرهم واظهار حجه المشركين على شركهم وضحت آيات أخرى كقوله تعالى قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. كل ما عندكم هو الظن وكل ما عندكم هو الكذب فتخرصون وتكذبون على الله سبحانه وتعالى. لكن العلم لا عندهم علم. هذه الحقيقة واسعة ينتصر كل إنسان. لذلك يعني كما قال شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى ان امه المسلمين اجمل الامم عقولا واعظمها علوما. لذلك اذا جلست الى هؤلاء الذين يتصدقون بعباده المسيح او بعباده القبور او الموتى او بعبادات غير الله سبحانه وتعالى ايا كان هذا الغير، تجد هذا الانسان لا حد له والذي يملك ايه؟ احتجاج بتحليل الاباء والاجداد ان وجدنا اباءنا على امه ان على اثارهم مقتدون. يعني لا يمكن ابدا هذا شيء مقطوع به ان يستطيع ان يثبت ولم يعني كان من السبيل التحدي بان يقيم دليلا على صحه هذه العباده. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا ان تتبعون الا الظن وان انتم الا تخرصون. فقال تعالى قل ارايتم ما تدعون من دون الله، ارايتم يعني اخبروني ما تدعون من دون الله، اروني ماذا خلقوا من الارض، يعني على سبيل الاستقلال، هل لهم شرك في السماوات
يعني حتى يكون على سبيل الشركة، يدون بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم إن كنتم صادقين. لأن الدليل إما دليل إما دليل يعني نقلي وإما دليل إما عقلي أو نقلي سمعي. وقال لو كنا نسمع أو نعم، وإما دليل يعني في دليل نقلي وإما دليل نقلي، هذا هو الدليل. فهنا يدون بكتاب من قبل هذا سواء الدليل النقلي أو أثارة الدليل دليل عقلي إن كنتم صادقين. وقال تعالى أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. وقال أيضا أم أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون. وقال تعالى قل أرأيتم شركاءكم الذين تدعون من دون الله أروني ماذا خلقوا من الأرض أم لهم شرك في السماوات أم آتيناهم كتابا فهم على بينة منه بل يعين الظالمون بعضهم بعضا إلى غرورا. وقال تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. طيب لا عرف لا برهان له به ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به لا عرف لا برهان له به كلها على بعضها أي نعم صفة إيه؟ لله إله آخر لا برهان له به، يعني معناها إيه؟ معناها أن معناها أن كل إله عبد من دون الله لا برهان صحيحا على صحة هذه العبادة. ذلك معنى أن هذه الآية ليس لها مفهوم، ليس لها مفهوم مخالف. ومعنى إيه؟ ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه. لأن لا يظن أحد أن من مفهومها أنه يمكن أن واحد يدعو مع الله إلها آخر ويكون له عليه برهان. لا، كل من عبد مع الله إلها آخر كل هؤلاء جميعا دون استثناء لا برهان لأي واحد منهم أبدا على صحة هذه العبادة. إذا قلنا أنها صفة 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 ثابتة لكل إله عبد من دون الله لا يمكن أن يكون برهان على صحة هذه العبادة، مستحيل. فلا مفهوم لهذه الآية كما قلنا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا كما قال تعالى فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء. ثم يقول تبارك وتعالى مبينا أنهم قد خاطب بعضهم بعضا وإذا تكلموهم ولا يعبدون إلا الله فأتوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا وإذا تجلتم القوم لترك متابعتهم مع إكرام ظلمهم وهو موجب ظلمهم واعتزلتم معبوداتهم غير الله فإنهم كانوا يعبدونهم صريحا أو في ظلم عبادتهم له فأتوا إلى الكهف الذي لا يطلعون عليكم فيه فلا يؤذونكم ولا تخافوا من الكون فيه فواجه الصعاد والشراب فأنوا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته واطمئنوا أن الله سبحانه وتعالى يتكفل بأموركم فلا تخافوا فواجه الصعاد والشراب فإنكم إذا سمعتم إلى الله بعد ما دعوتموه بنشر الرحمة وتهيئة الرسل ينشر لكم ربكم من رحمته أي ما يغني عن الصعاد والشراب والإمدادات الملكوتية والتأييدات الكفية ويهيئ لكم من أمركم مرفقا فهو احتجار جانبه على جانبكم ويهيئ لكم من أمركم يعني بسبب أنكم بسبب أنكم إيه أثرتم حق الله على حضور أنفسكم مرفقا أي لا تنتفعون به. قال المهاجرين ترفع في نفوسكم فيعطيها من لذات عبادته لا ينسيها سائر اللذات على أن لذاتها لم تخل من آلية وهذه خالية عن الآليات كلها وجذبهم بذلك من وصول يقينهم وقوة نفوسهم بفضل الله تعالى. لأن ما أعرف ينشر ويغير ينشر لا أعرف له واحد بصعيد أي صدر نعم وإذا تكلموهم وما يعبدون من دون الله فأهو إلى الكهف ينصر لكم فهم جذبوا بوقوع هذا الظن الحسن من الله سبحانه وتعالى بقوة اليقين
وعلى يقين بأن الله سبحانه وتعالى لن يضيعهم ولشدة ثقتهم بفضله عليهم. يعني كما اعتزلتموهم في القلب اللي هي العزة الشعورية، كما اعتزلتموهم بالعقيدة وبالقلب وبالإحساس وبالشعور، كذلك اعتزلتموا إلى ذلك اعتزالهم بالأبدان. وإذا اعتزلتموهم وما يعبدون إلا الله فأووا إلى الكهف، فأووا إلى الكهف، اعتزلوهم بأبدانكم وأووا إلى الكهف ينشركم ربكم من رحمته. قال الشنطي رحمه الله تعالى إذ في قوله وإذا اعتزلتموهم للتعليل على التحقيق، إذ للتعليل كما قال ابن الشيخ وعليه فالقعدة ولأجل إذلكم قومكم الكفار ولا يعبدونه من دون الله فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقام. يعني حتى تحققوا اعتزال عقيدتهم وعبادتهم وجدتهم لله سبحانه وتعالى فاتخذوا الكهف مأوى ومكان اعتقام يرسل لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا. وهذا يدل على ان اعتزال المؤمن قومه الكفار ومعبوديه من اسباب لطف الله به ورحمته. هذا المعنى تدل عليه ايضا قوله تعالى في نبيه ابراهيم عليه وعلى نبينا الصلاه والسلام واعتزلكم وما تدعون من دون الله وادعو ربي حتى الا اكون بدعاء ربي سخيا. فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله مكافأة جعلنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم مثالا صدقا عليا. واعتزالهم إياهم هو مجانبتهم لهم وفرارهم منهم بدينهم. قال القاضي رحمه الله تعالى زعم قوم أن الآية تفيد مشروعية العزلة واستحبابها مطلقا وهو خطأ فإنها تشير إلى التأسي لأهل الكهف في الاعتزال إذا اضطهد المرء في دينه وأريد على الكفر. ومن نظرات الاحتجاج بهذه الآيات على تفصيل العزلة الإمام الغزالي حيث قال في إحيائه وأهل الكهف لم يعتزل بعضهم بعضا وهم مؤمنون وإنما اعتزلوا الكفار أي ولا ريب في مشروعيته ضرارا ومن كفر. فطبعا بحث العزلة هذا بحث مهم إن يعني بحث التفصيل لكن نحن بنشير إشارة يعني أدرك بطريعة. طبعا الأصل الإنسان أنه مدني بطبعه، الإنسان مدني بطبعه والإنسان لا تستحيل حياته إلا إذا وجد في مجتمع من بني إنسي يعني كي ينفع ويستفع وتكون مصالح وأغراض هذه الحياة. فعملية العزلة هي حالة اضطرارية وليست هي الأصل. وجد سبب قوي كما جاء في الحديث حديث رواية المشهور قال النبي عليه الصلاة والسلام فهل بعد ذلك الخير من صدق؟ قال نعم وفيه دخل إلى أن قال له فما تأمرني إن أدركني ذلك إن أدركت هذه الفتنة دعاة على أبواب جهنم من أجابه إليها فلكوه فيها فما تأمرني إن أدركني ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام نعم قال فاعتدي تلك الفرقة كلها ولو أن تعصى بأصل شجرة حتى يدركك الموت وأنت على ذلك. فاعتدي تلك الفرقة كلها اعتدي الفرقة كلها ولو أن تعصى بأصل شجرة يعني ولو كلفك هذا الأمر إيه هو صعب على الفقر أن يأتي فيعص يحتضن أو يستلم ويمسك بأسنان يعيد الأرض شجرة يجيب الشجرة حتى يدرك الموت وأنت على ذلك من شدة الفراق يعني الفتن. فهذا فيه من المبالغة يعني فيه تصوير أهمية اعتزال مثل هذه يعني الفتن. لكن بعض الناس يقول فهم مثل هذه الأحاديث جاءت الآن في وسط المجتمع الذي يحدث فيه فهم فيعتزل يقول لك العزلة يعتزل من هو يعتزل إخوانه الصالحين مجرد أن يرى في إخوانه المسلمين وفيه من العزلة أتاهم شريحة من الضغط الانقطاع مثل أي قطاع فيه كل أنواع البشر وفيه كل اتصال الضغط البشري لكن بلا شك الخير فيه غالب عن غيره من المجتمع فأريد مجتمع من الملائكة المعصومين عن كل خطأ. فإذا وجد خطأ فإنه يتشدد فيه ويبالغ فيه ويسوي الفرق اعتزال الأشرار ثم يقول أنا أعتزل هؤلاء الناس فيعتزل هؤلاء الناس
هل أنت معتمد بالصيغة إذا كان أثبت الصالحين وأثبت المساجد وأثبت إخلاق الجد ومجالة العلم، لكنك لم تعتمد الكلية ولا المواصلات ولا الشوارع ولا صخة السوق، أنت غارق في المجتمع. قل أنا أعتقد فليس أثبت هذا من لائم الشيطان إليك، أنا عزة مع الشيطان، لا عزة لكن عزة مع الشيطان وأجتهد وأوليائي. واضح؟ فإذا موضوع العزة قد يكون يعني موقعا للانحراف في كثير من القضايا. فالاعتزال او الاستنباط احتاج العزله مطلقا والاستدلال على ذلك بفطره اصحاب الكهف خطا، لكن موضع الاسره هو التاتي لاهل الكهف بالاعتزال اذا اضطرد المرء في دينه واريد على كهف، اذا ارغم على اجل يدرك بالله سبحانه وتعالى او اريد على دينه. ودليل ان اهل الكهف هل اعتزل اهل الكهف بعضهم بعضا؟ لا، هم اعتزلوا بعضهم البعض يتعاونوا على الجد والتقوى، فهم لم يعتزلوا الاخيار وانما اعتزلوا الاكرام. فكذلك يكون الانسان يعتزل ايه؟ يعني الاكرام ويلزم الاخيار. قال السيوطي في الاثنين في الايات المكروهيه في العزله والفراق من الظلمه وحصول الغيران والجبال عند فساد الزمان. هذا كلام مجمل لا بد من التفصيل فيه، واي عصر خلا من الفساد وسياق الايه بنص هذه فحكوا فاذهب ولا تهلك. قوله تعالى واذا سالتموهم وما يعبدون الا الله، لا يعرف اولا ما نبعهما اذا سالتموهم وما يعبدون الا الله، ما نبعهما يعني إذا تسألتموهم وما يعبدون يعني هو الذي يعبدونه أو الآلهة التي يعني يعبدونه، فاسم موصول. طيب إذا تسألتموهم وما يعبدون إذا لا يكون العرب على نائب موصول. لو عبدوا المصاحب هتتأملوا تضربوا صح. وإذا تسألتموهم وما يعبدون معروف مثلهم مثلهم وإذا تزلتموهم لم نقوم وما يعبدون غير خلق حق وما اسمهم معطوف على الضرور اسمه معطوف محل نص معطوف على الضرور المنصوص في قوله إذا تزلتموهم يعني إذا تزلتموهم واعتزلتم معبوديهم من دون الله أو الآخر إنما نص به وإذا تزلتموهم وما يعبدون يعني وعبادتهم غير الله تعالى، وإذا تزلتموهم وأجزتم عبادتهم غير الله عز وجل. طيب وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله، إلا الله. ماذا هو الرد الثاني؟ حد عنده رد؟ لا. هذا قول، يعني هو قيل إن الاستثناء هنا منقطع، والمنقطع تكون إيه؟ بمعنى؟ المنقطع إلا تكون بمعنى، لكن لكن وإذا تزلتموهم وما يعبدون إلا الله، يعني إيه؟ وإذا تزلتموهم وما يعبدون لكن لم تعتزلوا مكان الله سبحانه وتعالى إلا الله، ورح هناك إلا الله، والمنقطع يفيد إيه؟ يفيد أنهم هل يفيد أنهم كانوا يعبدون الله؟ فهم لا عبدوا الله حتى الله، عبدوا آلهة غير الله. فعلى القول بأن الاستثناء منقطع وإذا تزلتموهم وما يعبدون يعني آلهتهم إلا الله، لكنكم لم تعتزلوا عبادة الله. واضح؟ كما في قوله ورحمانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء أقوال الله. إذا منقطع يعني ما كتبناها عليهم لكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله. هناك قول آخر إن الاستثناء متصل وهذا بناء على الذهاب إلى أنهم كانوا يعبدون الله ويشركون هذه الآلهة مع الله عز وجل. فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال وهم في فجوة منه ذلك من آيات الله من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. فترى الشمس إذا طلعت فإذا صعدت عند طلوعها
تداوروا عن كثير أي كمين عن كثير يعني عن ثالث كثير ثالث اليمين أي يمين الكثير. وإذا هربت أي إذا هبطت من غروبه تقربهم ذات الشمال أي تقطعهم وتعدل عن خلف رؤوسهم إلى جهة الشمال. ورب في فجوة منهم أي في سعة جمالك يصل إليهم الهواء من كل جانب دون أن الشمس. وقد دلت الآية على أن لا ذلك الجهل كان مفتوحا إلى جانب الشمس الشمال فإذا طلعت الشمس كانت على يمين الكهف وإذا غربت كانت على شماله فيقع شعرها على جانبيه يحلل ركونته ويعزل هواءه ولا يقع عليه فيؤذيهم. وقوله تقربه من الفرق بمعنى الفرق اي حظ على اتصال بهم لئلا تغتر اجسادهم. وقيل تقربهم يعني تعدل بهم وقيل تتجاوزهم شيئا من الفرق وهو الحق اي تقطع ما هنالك من الارض. ذلك من ايات الله اي ارشادهم الى هذا الغار الذي جعلهم الله فيه احياء وتراع الشمس والريح تدخل عليهم فيه لتبقى أبدالهم آية من آيات الإسلام على عبادته وتوفيقه للمخلص للمخلصين. من يهدي الله أي إلى الحق بالتوفيق له فهو المبتدع ومن يبدل أي يخلق فيه الضلال لفرض اختيار إليه فلم تجد له وليا مرشدا وليا أي ناصرا يلي أمره فيحفظه من الضلال مرشدا أي يهديه إلى ما ذكر. ثم يقول تعالى وتحسبهم ايقاظا وهم ركود خطابا لكل احد اي تظنهم يا مخاطب ايقاظا لانفتاح اعينهم وهم ركود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم الصوت. وتحسبهم ايقاظا وهم ركود تحسبهم ايقاظا اتطبق بلا بعض العلماء انهم كانوا كانت اعينهم مفتوحه وطبعا خفض الاعين غير الضربه انها مفتوحه هذه المده كلها هذا لهذه الناس سبحانه وتعالى فتحسبهم ايقاظا وهم ركود اي تظنهم ايها المخاطب ايقاظا بانفتاح اعينهم وهم في الحقيقه ركود مستغرقون في النوم بحيث لا ينبههم بالصوت. قال ابن كثير ذكر بعض اهل العلم انهم لما ضرب الله على اذانهم بالنوم لم تنصرف اعينهم لئلا يسرع اليها البلا فاذا بقيت ظاهره في الهواء كان ابقى لها. وقد ذكر عن الزيدي انه ينام فيطلق عينا ويفتح عينا ثم يفتح هذه ويطلق هذه وهو راقد كما قال الشاعر ينام باحدى مقلتيه ويستحي باخرى الرجايا فهو يقران نائم. هذا انا غير متاكد من تحدي اتاح الاميات وظن الزين يفتح عينه ويعيش العين مع ابناء ما اتاح ذلك. فتحسبهم ايقاظا يدعو يفر ويقران وهم ركود جمع راقد ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال ونقلبهم اي في رقبتهم ذات اليمين وذات الشمال اي لئلا تثبت الارض حتى لهم لأن تدرك الأرض ليس له. وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط أي بفناء الكهف أو بالفاس. وقد كملت بركتهم كلبهم يعني هذا فيه فضيلة مفحرة الصالحين يعني إذا كان هذا الكلب يعني إذا كان هذا الكلب قد نالته بركة يعني نالته بركة صحبة الصالحين هؤلاء الفجر لأن ذكر في القرآن إلى الآن فكيف بالإنسان العاقل المؤمن إذا صاحب الصالحين لكف أن بركته سوف تتعدى إليه. فقد كملت بركتهم كلبهم فأصابهم ما أصابهم من النوم على تلك الحال. قال ابن كثير وهذا فائدة صحبة الأحرار فإنه صار بهذا الكلب ذكر وخبر وسأل. وقد قيل إنه كان كلب طيب له وهو الأسفل واختلفوا في نظره على أقوال لا حاصل لها ولا قائل تحتها ولا دليل عليها ولا حاجة إليها. بل هي مما نهي عنه فان مسلم لها رجل بالغيب رجل بالغيب. ووجود الكلب على هذه الحاله من العنايه بهم فكما حذرهم بالتقليد عن املاك الارض حذرهم عن الاعداء بكلب ليهابوهم مع هيبه ذاتيه لهم هم كانت تكتوهم الهيبه
لأنهم كانوا من أولياء الله ومن الصالحين. لذلك هذه الهيبة حضر الله سبحانه وتعالى أعينهم منفتحة وأيضا حضرهم بوجود الكلب باب صلى الله عليه الوقيف عند الباب، حيث إذا أراد معلوم وراء هذا الكلب فربما يكون هذا الكلب بإيه؟ برجوع عنه، حتى لو انتخب فأصابه الفزع إنما يرى أولاد جميعا راسلين وربما فتحوا الأهل تحسبهم ما إصابة وربما يقول. فلذلك هذه الهيبة وهيبة هذا المنظر أيضا كما قال تعالى: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولا ملئت منهم رعبا. لو اطلعت عليهم أي فنظرت إليهم مع غاية قوتك في مكافحة الحروب، كان هو يخاطب مثلا النبي عليه السلام، لو اطلعت عليهم مع أنك أشجع الناس أشجع الناس، كان الصحابة رضي الله عنهم ونحن إذا نقرأ إذا قرأنا سيرة الصحابة في الجهاد وقوتهم الشديدة وشدة مآسيهم رضي الله تعالى عنهم تعريف لقال محمد بن سلمة ذكر الأخبار كما يستطيع من قوتهم وشدتهم ومآسيهم شديد الحرب، ومع ذلك كانوا بجانب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم كانوا إذا استنفذ الحق وحمي الوطيد يقولون اتقينا برسول الله يحتمون وراء رسول الله، هذا يكون أحد أقرب إلى العدو منه، فكان عليه الصلاة والسلام أشجع منه، ومع ذلك يقول الله تعالى: مع كونك أشجع الناس لكنك أنت وأنت أشجع منه، لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. قال بعض الناس: ما من حكمة إلا ولها في القرآن أصل أو دليل. هل يستطيع أحد أن يستخرج يعني عبارة مشهورة من هذا الموقف؟ يعني مثلا المرء عدو ما يذهب، المرء عدو ما يذهب، أين هذا في القرآن؟ يجيبها مثلا من سورة الأحقاف: وإذ لم يمروا به فسيقولون هذا يكون قديم، هذه صار لحكمة فعلا الإنسان عدو وإن لم يؤمنوا به فسيقولون هذا اسم قديم. طب هذه الآية: لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا، تؤيد حكمة أيضا مشهورة تقول إيه؟ ليس إيه؟ ليس الخبر فالمعينة. هذا الرسول عليه السلام لما وصف سوى هذا الحال، هذا هو بالفعل يعني ولى فرارا وامتلأ رعبا؟ لا، لأن هنا الخبر خبر، لكنه لو فكر انه يراه بالفعل معينة لحصل هذا الكلام. طيب نفس المعنى ولو في موضع اخر سؤال احسن ايه؟ ايوه لا لا احسن في مكان اتفق موسى. موسى عليه السلام لما رجع في الالواح التي كتب الله له سبحانه وتعالى اخبره يعني وما أجاك عن قومك يا موسى، قال هم أولئك على أثري وعزيز إليك ربي لفرض، قال فإنا قد فتنا قومك إجعلنا وقضرهم السامري، فرجع عن موسى إلى قومه ربنا أسف حتى ذلك غضبان أسف، لكن هو يمسك الألواح. هل لما أخبره الله أن قومه اتخذوا هذا العز هل هو غضب وألقى الألواح؟ هو انفعل، لكن لما رآه معينة من شدة الغضب وألقى الألواح وألقى بالرأس يزيد يضره إليه، هذا من شدة غضب موسى لله، من غضب موسى على حرمات الله وغيرته على توحيد الله، فلما عاين كان رد الفعل عند المعاينة أشد من رد الفعل عند الخبر، فهذا أيضا مؤكد لهذه القاعدة. فالشاهد يعني هذه من منح التفسير أنه يقول تعالى: لو اطلعت عليهم يعني فنظرت إليهم مع غاية قوتك في مكافحة الحروب لوليت منهم فرارا ولمرئت منهم رعبا، أي خوفا يملأ صدرا لما ألفته من الهيبة، فلا يقع نظر أحد عليهم إلا هابهم وخافهم، وذلك كما قال ابن كثير: لئلا يدنو منهم أحد ولا تمسهم يد لامس حتى يبلغ الكتاب أجله وتنقضي رغبتهم التي شاءها تبارك وتعالى فيهم، بما له في ذلك من الحكمة والحجة البالغة والرحمة الواسعة. أيضا يعني من المنح ايضا فوائد لا بأس من المرور عليها، ان بعض الناس يعني بعض العلماء
قالوا ان المراد الكلب هنا وكلبهم خاص من رعاية الوصيف، قالوا اذا المقصود ايه؟ بعض منهم واحد وليس كلبا حقيقيا. استغلت لذلك ببعض القراءات الشاذة مثل قراءة وكالبهم فاسدهم برعاية الوصيف، وقراءة اخرى قراءة اخرى شاذة ايضا وكالبهم وكالبهم فاسدهم برعاية الوصيف. فقوله جل وعلا فاسدهم برعاية قرينة على مطلق ذلك القول، لأن مصدر ذراعيه معروف من صفات الكلب الحقيقي، ومنه حديث أنس المتفق عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتذروا بالجلود ولا يطلب أحدكم ذراعيه من بساط الكلب. فإذا هذه قرينة على أنه كلب حقيقي، كلب حقيقي، وقراءة كاليه كاليه وكاليه ثابت ذراعيه بالوقيت، هل كاليه تنافي كونه كلبا؟ لا، لماذا؟ لأن الكلب يحفر أهله ويحرسهم. فالكلاء هي الكلب. ايضا كرر التنفيذ رحمه الله تعالى الفائده التي ذكرها ابن كثير من ان ما ذكره تعالى في كتابه من شان هذا الكلب وكونه ناقصا ذراعيه بوقيل كفهم في بعض التنويه لتأنيبه يدل على ان صحبه الاشجار عظيمه فائده. قال ابن كثير: وشملت كلبهم بركتهم فاصاب ما اصابهم من النوم على تلك الحال. وهذا فائده صحبه الاخيار، فانه صار لهذا الكلب ذكر وخبر وكأس. ويدل يقول الكفتي ويدل لهذا المعنى قوله صلى الله عليه وسلم لمن قال اني احب الله ورسوله، قال له: انت مع من احسن، انت مع من احسن. ويفهم من ذلك ان صحبه الاخيار فيها ضرر عظيم، فما بينه تعالى في قوله عز وجل: قال قائل منهم من اهل النار اني كان لي قال قائل منهم لا من اهل الجنه، واخبث اقبل واقبل وهم على بعض يتساءلون، قال قائل منهم اني كان لي قرين يقول وانك لمن المصدقين اذا متنا وكنا ترابا وعظاما فانا لمدينون، قال هل انتم مطلعون؟ فاطلع فرآه في سواء الجحيم، قال تالله ان كدت لتردين ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين، فما نحن ميتين إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين وما نحن بمعذبين، إن هذا لهو الفوز العظيم بمثل هذا فليعمل العادلون. فطبعا هذا كله نعمة ربي هنا عليهما أنه أصاب عن صاحبة هذا القرين السيئ. يقول السكتي ايضا رحمه الله تعالى: وما يذكره المفسرون من الاقوال في اسم كلبهم، فيقول بعضهم اسمه كثير وبعضهم يقول اسمه حمران الى غير ذلك، لم نطل به الكلام لعدم فائدته، ففي القران العظيم اشياء كثيره لم يبينها الله لنا ولا رسوله صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت في بيانها شيء، والبحث عنها لا فائده تحمد ولا فائده فيه. وكثير من المفسرين يؤمنون في ذكر الاقوال فيها بدون علم ولا جدوى، ونحن نعرض عن مثل ذلك دائما كلون اصحاب الكهف وجهه، وكالبعض الذي ضرب به القتيل من فقره بني اسرائيل، وكاسم الغلام الذي قتله الخضر وانكر عليه موسى قتله، وكفتل سفينه نوح من اي شجر هو، وكم طول السفينه وعرضها، وكم فيها من الطبقات الى غير ذلك مما لا فائده في البحث عنه ولا دليل على التحقيق فيه. طبعا التفسير التي نهتم او نتخصص في تفسير ايات الاحكام طبعا هنا يتعرضون بالتفصيل للكلام على كثير من الامور المتعلقه بالكلب، حكم اقتناء الكلب ويعني غير ذلك من الاحكام التي للاسف الوقت لا يتركنا بذكر تفاصيلها. ثم قال تعالى: وكذلك تركناهم اي وكما تمناهم تلك النومه تركناهم صحيحه ابدانهم واشعارهم واكثرهم لم يفقدوا من هيئاتهم واحوالهم شيئا ادكارا بقدرتهم على الامامه والبعث جميعا. قال ابن كثير: وذلك بعد 300 سنة و6 سنين وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم اي ليسال بعضهم بعضا ويعرفوا حالهم وما صنع الله بهم فيعتبروا
ويستدل على عظم قدرة الله تعالى ويزداد يقينا. ويذكروا ما أنعم الله به عليهم وكرموا به هذا المختلف. فبه يتبين أن البعث علة للتساؤل وكذلك بعثهم ليتساءلوا. ومن جعل أيام للعاقبة لاحظ أن الغرض من فعله تعالى إظهار كمال قدرته. قال قائل منهم: كم لبثتم؟ كم فقدتم؟ اعترافا بجهل نفسه أو طلبا للعلم من غيره، وإن لم يظهر كونه على اليقين. قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال: لبثنا يوما أو بعض يوم. قال ابن كثير: كأنه كان دخولهم إلى الكهف في أول نهار، واستيقاظهم كان في آخر نهار، ولهذا قالوا: أو بعض يوم. وقال الفهيمي: فمن نظر إلى أنهم دخلوا غدوة وانتبهوا عشية ظن أنهم لبثوا يوما، ومن نظر إلى أنه قد بقيت من النهار بقية ظن أنهم لبثوا بعض يوم. فهم ما أعطوا من الكرامة يتكلمون بالظن مع هذه الكرامة العظيمة وأنهم من أولياء الله الصالحين، ومع ذلك تكلموا بالظن. فالولي يجوز أن يتكلم بالظن فيما ليس من الأصول ويجوز أن يخطئ. وقال الزمخشري: جواب مبني على غالب الظن، وفيه دليل على جواز الاجتهاد والقول بالظن الغالب، وانه لا يكون كذبا وان جاز ان يكون خطا. قالوا: ربكم اعلم بما لبثتم. انكار عليهم من بعض الجانب بعضهم قال لبث يوما خطا او بعض يوم، ورد ثالث فقال: ربكم اعلم بما لبثتم. انكار عليهم من بعضهم، وان الله اعلم بمده لبثهم. لان هؤلاء قد علموا بالأدلة أو بإلهام من الله أن المدة متطاولة وأن مقدارها مبهم، فأحالوا تعيينها إلى ربهم. قالوا: ربكم أعلم بما لبثتم، فابعثوا أحدكم بورقكم هذه. هذه الورق يعني العمر التي تصحبونها معه للتزوج، أي المأخوذة للتزوج، والورق الفضة. فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة، أي إلى المدينة التي ضررتم منها، فلينظر أيها أزكى طعاما، فلينظر أيها أزكى طعاما، يعني أيها أطيب طعاما، فليأتكم برزق منه وليترفق، ولا يشرن بكم أحدا، وليترفق أي في المبايعة واختيار الطعام، أو في أمره بالتخفي حتى لا يظهر في حالكم ودينكم، ولا يشرن بكم أحدا. فابعثوا احدكم بوالدكم هذه الى المدينه فلينظر ايها ازكى طعاما، ايها ازكى طعاما. فيها قولان للعلماء: الاول ان المراد بكونه ازكى اطيب بكونه حلالا، ليس مما فيه حرام ولا شبهه، هذا من ورعهم انهم يتحررن الطعام الحلال، خاصه اذا كان قوم الوثنيين هم لا يتفرج انهم لا يكون خبيث ذبائحهم او يكون طعاما ليسا او مما ذبح لهذه الاوثان او غير ذلك، الا ان يستحيه المؤمن الواحد. كان والصوت اول انه ازكى طعاما اطيب بكونه حلالا، ليس مما فيه حرام ولا شبهه. القول الثاني أن المراد بكونه أزكى أنه أكثر، كقولهم زكى الزرع إذا كثر. كقول الشاعر: قبائلنا سبع وأنتم ثلاثة والسبع أزكى من ثلاث وأطيب، أي أكثر من ثلاثة، فأزكى بمعنى أكثر. والقول الأول هو الذي يدل له القرآن، القول الأول هو الذي يدل له القرآن، وحقيقة يمكن أن نضيف قولا ثالثا خلال تفسير القرطبي رحمه الله تعالى، يعني هنا اللي خطر الكلام في رأيه: أيها أزكى طعاما، أيها أزكى يعني إيه؟ أطيب وأحل وأفضل، لا حرام فيه ولا شبهة. القول الثاني: أيها أزكى أيها أكثر طعاما. القول الثالث من ذكر القرطبي: أيها أزكى بمعنى أيها يعني أكثر فائدة صحية، واستنبط منها الإنسان عليه أن يهتم بإيه؟ لنوع الطعام لا بكميته، حيث ليس به الكم كما هي القاعده الصحيه يعني المعروفه.
يقول السبكي رحمه الله تعالى: والقول الأول هو الذي يدل له القرآن، لأن أكل الحلال والعمل الصالح أمر الله به المؤمنين كما أمر المرسلين. قال تعالى: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات وأعملوا صالحا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. ويذكر في القرآن إطلاق باب الزكاة على الطهارة. صحيح الزكاة تطلق أحيانا على الشهرة، لكن يذكر القرآن إطلاق الزكاة على الطهارة بقوله: قد أفلح من تزكى، وقوله: قد أفلح من زكاها، وقوله: ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا، وقوله: فأردنا أن يؤتيهما ربهما خيرا منه زكاة فأقرب رحلا، وقوله: أقتلت نفسا زكية بغير نفس، إلى غير ذلك من الآيات. فالزكاة في هذه الآيات ونحوها يراد بها الطهارة من أثناء الذنوب والمعاصي. فاللائق بحال هؤلاء الفتية الأشرار المستقيم أن يكون مطلبهم في مأكلهم الحلمية والطهارة لا الكثرة. لا يتطلب منهم أن يؤكل طعاما يوم أكثر، يعني يكونوا كريمين، هم يريدون ايه؟ عن الحلية والطهارة لم تفرق. وقد قال بعض العلماء: ان عهدهم بالمدينة فيها مؤمنون يخفون ايمانهم وكافرون، وانهم يريدون شراء طعام المؤمنين دون الكافرين، وان ذلك هو مرادهم بالزكاة بقوله: ايها ازكى طعاما، يعني اكثر الطعام للمؤمنين المتقين، الذين كانوا يخفون ايمانهم في تلك المدينة. وقيل: كان فيها اهل كتاب ودين، والعلم عند الله تعالى. الحقيقة أن العلامة السنتفي رحمه الله تعالى فصل تفصيلا كبيرا جدا في هذا الموضع في حوالي 30 صفحة تتكلم على حب الوكالة، حب الوكالة باعتبارنا هذا في توفير أهل الكهف، وكانوا هذا واحد منهم لكي يذهب ويستري لهم هذا الطعام مع أنهم موجودون، وأيضا تكلم على قروض متعلقة بأحكام الشركة. فطبعا الكتاب أساسا هو كتاب تفسير آيات الأحكام، كتاب أضواء البيان فيه واحد قرآني للقرآن، لكن طبعا نحن نتجاوز هذا طلبا للاختصار. أيضا فبعثوا أحدكم بوالدكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف ولا يشارن بكم أحد. في الحقيقة أن كلمة وليتلطف فقط لها تحتاج خطة في زماننا هذا، تحتاج أن ينفع عليها الضوء ويخلص عليها الضوء من أضواء في وحوش يعني طويلة الزيت. بمعنى وليتلطف أن كان الإنسان صار خطا، يعني كان هناك تعيش في مجتمع في شيء من الاسم العاصم على التمكين في الدين، يحتاج إلى هذا التلطف. التلطف وليتلطف ولا يشعرن بكم أحد. أيضا هذا المرض يخرج عنا حكمة تلطف الإخوة الباعث باتفاق فحل طيب ينظر بهذه الكلمه وليتلطف ولا يشعرن بكم احد. فاحيانا هذا سبحان الله التلطف لا يكون دليل على الضعف في الدين ولا على الخوف، وانما هو من الحكمه، من الحكمه ومن يعني الميزان الدقيق بين المصالح والنفس. وليتلطف فكل صوره من صور الرفق التي في ظاهرها انها تراجع او غير ذلك من امراض الضعف في الدين كلها، هي قد تكون في كثير من الاحيان من التلطف، والميزان هو العلم والفقه والحكمه. فانا احرض الاخوه من عنده همه كافيه ان يحاول ان يجمع بحثا في مثل هذا، هذا بحث يكون مبتكرا مطيبا ومفيدا، ونحن مستمر اليه في كثير جدا جدا من الوقائع الحاجه. وليتلطف ولا يشعرن بكم احدا. إن ربنا مر عليكم يرجوكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. إنهم يظهر عليكم إن يطلعوا على مكانكم يرجوكم، أي يقتلوكم بالحجارة، أو يعيدوكم في ملتهم، أي يدخلوكم فيها في الإطراء العنيف، ولن تفلحوا إذا أبدا، أي إذا عثرتم إلى مكانهم. قال القاسمي: ظهور العوام واستيلاء الجهاز يعني بيتطبق من هذه العباره فقط كل الحاله الاجتماعيه التي كان عليها هذا المجتمع الذي فرقوا منه وهربوا منه. كيف يقول ظهور العوام؟ يعني ان الرأس يزيل العوراء، العوام الجهل العوراء والرعاع وارجال الناس اللي هم لهم الغلبه،
الذهاب الضلال ظهور العبادة واستيلاء المقلدة والحسوية المحدودين وأهل الباطل المطبوعين ورجعهم أهل الحق ودعوتهم إياهم إلى ملتهم غائر كما كان في أوائل البعثة النبوية. فهذا السلوك يدل أنهم يرغبوا عليكم يرجموكم أو يعدوكم في ملتهم ولم تصلحوا إلى أبدا. الحقيقة هنا فإذا تميز بها تفسير العلامة الكوفيسي رحمه الله تعالى يقول ذكر جل وعلا في هذه الآية الكريمة عن أصحاب الكهف أنهم قالوا إن قومهم الكفار الذين فكروا منهم بدينهم إن يظهروا عليهم أي يصطدعوا عليهم ويعرفوا مكانهم يرجموهم بالحجارة يعني يستخدمون أسمع أنواع الخطر يعني أسمع مما فعل الصلاة هذا الكتب هناك من النصر على الحديث من قرون التخلف اللي هي المسألة من حسب الجنوبة دي ويخص المدينة جميعا بالتقيم جيدي ورزة في الأدى الثروات الطريقة يعني وحدية الطريقة بالطبع ويأتونا في الثلاثة المسلم على تطوف الحرب وبعدين يقوم الغوغاء وبعدين يعني الزحام كان رهيب جدا وناقص عن جانب السعبية وأرغبوا أهاليهم أيضا يحضروا هذا في هذه المسألة لكن لا فقط انهم لا يمكنهم لا يمكنهم لا يمكنهم فهذا صعب الحقوق لا خمس الرعاه فقدوا على اساس هؤلاء المعرفين حتى يسفلوا الميزان والكمين يهددوا ويكتبوا وغلطيه الحقيقه غريبه تم ويقتل يعني تنفيذ يقتل الفكره اذا قتلتوا فاقتلوا الفكره واذا ذبحتوا فاقتلوا الفكره لكن بمثل هذه الوحشيه والهمجيه الله تعالى يعني الله قدر يفرض علينا الامم كلها بسبب هؤلاء الخصوصيه فهذا بيشك يعكس انهم هدف ورعاه انهم يغاروا عليكم يحضروكم ادنى انواع الفتنه عن طريق الرجل يرجموكم او يعدوكم في ملتهم فلم تصلحوا الى ابدا يرجموهم بالحجاره وذلك من ادنى انواع القتل وقيل يرجموهم بالكسب والقتل او يعدوهم في ملتهم اي يردوهم الى ملتكم فهذا هو فعل الكفار دائما مع الرسل والزعيم كما قال جل وعلا وقال الذين كفروا برسلهم لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا لنخرجنكم من ارضنا او لتعودن في ملتنا طبعا كنا نخفف على لتعودن في ملتنا يعني او لتعودن في ملتنا او اذا كان عاوينا بالمقصود ايه او لا يعودن اتبعوكم لان الرسل يوشك ان يكونوا على ملتكم في الخلق وقال تعالى قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجن شعيب والذين امنوا معك من قريتنا او لتعودن في ملتنا قال اولو كنا كارهين قد افترينا على الله كذبا ان عدنا في ملتكم بعد ان نجانا الله منها وما يكون لنا ان نعود فيها الا ان يشاء الله ربنا وقال تعالى ولا يزالون يقاتلونكم حتى يردوكم عن دينكم ان استطاعوا الى غير ذلك من الايات هنا مسألة مهمة رفعها العلامة الشنقيطي رحمه الله تعالى يقول أفرم بعض العلماء من هذه الآية الكريمة أن العذر بالإكراه من خصائص هذه الأمة وفي الحديث عن هذا أيضا بحث رائع لو أحد الذي قبل في هذه القطاع بيجمع فيها بحث يعني الذكر خطر في أحياء حديث بعض الأفراد لكن يذكر الحياة طبعا لا لكن أقول إن من يجمع في هذا البحث لأن كنت فيه مفروض وهو بحث يكون بعنوان الرغم والاغلال التي جرت عليه تحدث البلاد بالجمع لو ان رجل استطاع ان يجمع بحث المحاربه بين الجنود الثاني وهي جنه سابقه وياتي بالحب والاغلال والصوارع الصعبه التي ضرب الله عليهم الا عقوبه لهم واما معامله لهم على تمتعهم فولدت هناك بعض الاصرار والاغلال التي جرت على من تركنا من الامم فلو استطاع احد ان يجمع هؤلاء الاثنين ويقارن بينهم بين سماحه الاسلام وكيف ان الله قد على رفع احرار يعني رحم العالمين ببعثه محمد صلى الله عليه وسلم الذي انتبه في الكتب السابقه قبل ان يخلق وقبل ان يولد عليه الصلاه والسلام الذين يتبعون رسول النبي الامي
الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويظهر عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. فلو أن أحد الصحابة يستخرج هذه الأسرار والأغلال لكان بذلك تحدث نعمة الناس وتسليم رحمة الناس على العالمين بعبد محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان بالتصرف أن يضع عنهم إثرهم والأغلال التي كانت عليهم. من هذه الأسرار والأغلال هي رسول الله تعالى أعلم أن الأمم إذا مضى لم يكن عندهم عذر في الإكرام يمرونه لما يقتل حتى أن يخفف عنه ويوقف خلق مثل جانب الكفر استقراء لحياته وإظهار الكفر تحيها فقط وخطوه السعيد في الناس فقد صلوا من هذه التوسعة وهذه الكفر. فلما بعض العلماء الذين قالوا بذلك بهذه الآية الكريمة قالوا إن العذر بالإكرام من فضائل بهذه الأمة لأن قولك وأصحابك إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في مدتهم ظاهر في إكراههم على ذلك وعدم صلاحيتهم كما هذا قال عنهم ولن تفلحوا إذا أبدا. فدل ذلك على أن ذلك الإكراه ليس عذر ويشهد بهذا المعنى حديث صالح بن شهاب الذي دخل النار في غزاة قرابة مع الإكراه بالخوف يضحك وكان حديث كان معروف لأن صاحبه الذي امتنع أن يخرج ورمته بابا قتلوه ولذلك في الحديث عليه دخل رجل النار في ذبابة ودخل رجل الجنة في ذبابة فهذا الذي قرب ذبابة كان لو كان عنده رجل الفكرة كان يقرب ذبابة حتى في مجيب الإيمان سيكون مهدورا فيبدو أنه في سرعة المجال هناك عذر ويشهد له أيضا جرير الخطاب يعني مفهوم إيه المخالفة في قول النبي إن الله تجاوز هي عن أمتي عن أمتي يعني هنا رجع مفهوم له إن الله تجاوز هي عن أمتي الخطأ والنسيان ولا تكفروا عليه هذا دل على أن من خطأ هذه الأمة المصونة فإنه يفهم من قوله تجاوز هي عن أمتي أن غير أمتي من يهودا لم يتجاوز لهم عن ذلك وهذا الحكم فإذا عنده الإمام أحمد وابن أبي حازم فقد تلقاه العلماء قديما وحديثا بالقبول وله شواهد ثابته في القران العظيم والسنه الصحيحه. اما هذه الامه فقد صرح الله تعالى بعذرهم بالاكراه في قوله الا من اكره وقتله مطمئن بالايمان والعلم عند الله تعالى. ثم يختم القاسمي رحمه الله تعالى تذكر هذه الايه انهم يظهروا عليكم يرجموكم ببعض المطالب الاولى خرج بشري فان قلت كيف وصلوا قولهم تبعثوا لتغافل حديث الحجه يعني في الايات وكذلك بعد ما بقي تساءلوا بينهم عن ماذا تساءلوا عن الحجه تحت الطلب عليهم منهم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما او بعض يوم قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدا. فالسؤال هنا كيف يعني وصلوا قولهم تبعثوا لتذاكر حديث المده قلت كانهم قالوا ربكم اعلم بذلك لا طريق لكم في علم لا سبيل ذلك في معرفه المده بالضبط تقولوا في شيء اخر الا يهمكم شغل بشيء يهمكم هذا ليس فكره معرفتي والخبر به قالوا ربكم اعلم بما لبثتم فبعثوا احدا فبعثوا يعني اشتغلوا بشيء اخر يهمكم فبعثوا احدكم بوارثكم هذه الى المدينه وراى المعلمين طبعا هذا على الفرق بين الموضوعين غير مترابطين الموضوع الاول حاول بشان المده التي لديها الموضوع الثاني اشتغلوا بين يدي ربك يهمكم ودعوكم هذا الامر لانه ليس الى معرفه المده اشتغلوا الان خذوا في امر اخر يهمكم وهو بعثوا احدكم الى المدينه بعض التفسير راى ان يكون موضوع واحد ان لا رب ارادوا فعلا ان يتحققوا من المده قالوا ربكم اعلم بما لبثتم لكن على كل حال تستطيعون ان تعرفوا المده ابعثوا احدكم عند الامام ويستكشف ويشوف هل حصل تغير ام لا ويقدر يستنبط في هذه المده فراى الحيين ان قوله ابعثوا من تتمه حديث المده كتب به فتحفظها كأنهم لما أحالوا تعيينها على الله تعالى بقولهم
ربكم أعلم بما استبدتم، قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة، أخرج الأستاذ العليم. ولو في ضد أمر الأرض لو أمر الأمر الأمر يقول لأنهم لما أحالوا تعليلها أي المدة على الله تعالى لقولهم ربكم أعلم بما لبثتم، قالوا هذه الإحالة لا تمنع من طلب العلم بالمدة ولو في ضد أمر الآخر، فاطلبوه في ضد حاجة لنا، وهي أن تبعثوا أحدكم لوالدكم هذه لئلا يحوج إلى السؤال عن المدة، لا سيما في مكان يمنع من الإجابة إلى المسؤول به فيفضي إلى الهلاك. النصيحة الثانية قال في قوله تعالى تبعثوا إلى آخر الآية أقصد في الوكالة والنيابة، قالت العربي وهي أقوى آية في ذلك، قال إبتداء وفيها دليل على جواز خلق ضرائب الجماعة والشراء بها والأكل من الطعام بينهم في الشركة وإن تفاوتوا في الأكل، فذاك جماعة لا حرج إن هو في الشركة في المبلغ الذي يتواصل الواحد، وإذا حضر الطعام كل واحد يأكل بقدر لا بقدر وجوده ولكن بقدر حاجته، يعني من هذا مما يتسامح فيه حتى وإن تفاوتوا في مثل لا يأكلون. الثالثة كما قوله تعالى عنهم فلينظر أيها أزكى طعاما، على مشروعية استجابة الطعام واستطاعته لأقصى ما يمكن بصيغة التطبيق. مشروعية الإنسان يعني يكون عنده إيه ثقافة صحية أو يبدأ يعني يختار طعامه على أسس صحية. لا طبعا هذا يعني لا تتحرجوا من مثل هذا لماذا؟ لأن الأصول على الإنسان قال احرص على هو اختيار الطعام او العلاج السيء من ناحيه التغذيه تتكلم رد على اضرار كامل الصحه، لا سيما في مجتمعاتنا التي تحتفظ استقرارا خطيرا للثقافه الصحيه التي تحكم موضوع يعني اختيار الاطعمه، لان التخطيط لمثل هذا مما يضر يعني بالذات في الاطفال الصغار او الرضع تاتي الام وتقعد تاكل الطفل الرضيع ميه الرز تجيله ميه الرز يدخل ولا يدخل الظاهر لك له تشديد عنده يعني انهيار في الحالات الصحيه او ليس لك من الاحوال التي تجاه مجاهد الامهات الذات في هذه الطوارئ الصحيه. فبين الاشياء يعني طبعا معظم الاساتذه اللي انا اقول لك الموضوع يعني مثلا الناس بتشتكي احيانا من الانيميا وهو بياكل لحم او سبت او غير الجبن او هذه الاطعمه العائليه في الطيبه الغذائيه، لكن هو بعد ما بياكل بيضرب شيء ممكن زي ما طبعا بيكسر الحديد اللي هو اخذ الطعام فبالتالي لا يمسك عليه الجسم هذا الحديث، يعني اخذ الموضوع كان يكون على ثقافه انا جريمه يعني ولا تنظروا اليها انها نوع من الفرق بناء على يعني هذا المذهب في تفسير الايه وهو احتراف القواعد الصحيه عند الصيام يعني الطعام. فإن هذا واحد تحت قول النبي عليه الصلاة والسلام احرص على لا ينفع هذا المطلوب، فالمطلوب ايه؟ الثالث لا يضره، واحنا بنأخر المسالك التغذية عندنا لا يترتب عليه موضوع الستة، يعني نحن مجتمعاتنا ذات الجيد مجتمعات ظهر فيها أسئلة الجوز والبخل والوزن الزائد مشكلة كبيرة جدا، والسنة هي أم الأمراض يعني يجعلها كثير جدا الأمراض والخلل في كل أكيد جديد مرحب كثير جدا الرجل الثاني يستطيع لو ان عنده ثقافه مثلا حتى ما يقدر شيء لكن يبحثوا عن هذا الامر حاجه هذا في المسجد يعني استشاره الاطباء طبعا باستمرار كلها فائده في الاجزاء. فلذلك يقول القرطبي هنا دل قوله تعالى عنهم فلينظر ايها ازكى طعاما على مشروعيه استجابه الطعام واستطابته لاقصى ما يمكن بصيغه التصوير، فان الغذاء الازكى المتوفر في الشروط الصحية يفيد الجسم ولا يتعبه ولا يكدره، ولذلك يجب حتى الاعتناء بجودته وتزكيته كما تفصل في قوانين الصحة. النصيحة الرابعة قال الرازي أخرجه بمعنى القصد كثير في التنزيل لقوله ولولا رفضك درجة المسيح، بس في حاجة ثانية بتلح علي الآن من الأشياء برضو الغريبة اللي قاعدة مجتمعاتنا يعني زي ما تبدا الطيبه تكبر في العاده سيئه، الانسان هيكسر الحديد يبقى ولا كانك كسرت الحديد،
زي مثلا يضيفوا اللبن على الجبيرة، هذا نار من ناحية الصحية، لأنه أيضا بيسبب بعض المواد المهمة للأساسية، فتفقد إيه في مصر هذه الجبيرة. الأمثلة كثيرة من الماء وليس أكل مصر مثلا، لكن يمكن تتفاوح يعني. آخر حاجة يقول إن العلم هنا في قوله يرجمكم بمعنى الحق، وهو كثير في التنزيل، كقوله ولولا رحمك لرجمناك، وقوله أن وإني عرفت بربي وربكم أن ترجموه، وأصله الرمي أي في الرجال، الرمي في الرجال وهي الحجارة، ولا يبعد إرادة الحقيقة في موارده كلها زيادة في التهويل، فإن الرجم أخبث أنواع القتل. نكتفي الليلة من هذا الفصل، كل قول هذا استغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وجزاكم الله.